صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة وجد أنجاد على 16 مشروعاً مقترحاً برسم السنة الجارية بقيمة مالية إجمالية تفوق 22 مليون درهم في إطار تفعيل برامج المبادرة الوطنية للمرحلة الثالثة 2019-2023. وتمت المصادقة على المشاريع الموزعة على البرامج الأربعة للمبادرة، والتي تهم اقتناء وسيلتين للنقل المدرسي وثلاث وسائل نقل أخرى لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبناء وتجهيز الشطر الأول من مسبح الترويض الطبي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة حركية. تم تقديم عرض حول حصيلة المشاريع في طور الإنجاز والتي تمت المصادقة عليها خلال السنة الفارطة من خلال البرنامج الإقليمي المتعدد السنوات الذي يمتد من سنة 2021 إلى 2023. هناك بعض المشاريع التي ما تزال في طور الإنجاز، يتعلق الأمر ببرامج أو بمشاريع تدخل في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وكذلك برنامج الإدماج الاقتصادي للشباب وتحسين الدخل. ويتعلق الأمر أيضا بمشاريع إحداث وحدتين للتعليم الأولي وبناء مرافق صحية بوحدة أخرى، بالإضافة إلى دعم الجمعيات المسيرة لدور الطالبة والطالب وتنزيل برنامج الدعم المدرسي، وكذا برنامج التوعية والتحسيس حول صحة الأم والطفل بالوسط القروي. كيستافدوا معنا من تكوين في المهارات الذاتية، بالإضافة إلى تكوين في كيكون عنده علاقة بالمهنة اللي غادي يخدموا فيها. من بعد عندنا دي كونتاكت مع الشركات هنا في الجهة الشرقية اللي كيخدموا هاد الشباب اللي استافدوا من التكوين، ومن بعد الهدف هو أنهم يبقوا في هاد الخدمة. وتميز الاجتماع أيضا بعرض وضعية تقدم مشاريع المبادرة الوطنية في طور الإنجاز والمصادق عليها خلال السنة الماضية في إطار البرنامج الإقليمي، والتي تدخل في إطار برنامجي مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب.